المؤرخ اليهودي إيلان بابي قال في إحدى مقالاته بعد 7 أكتوبر، قال بأنه وكأننا نشهد بداية تاريخية اليوم لبداية سقوط الصهيونية، ووضح هذا الشيء بأعطى عوامل كثيرة من ضمنها فكرة أنه ربما إسرائيل مقبلة على حرب أهلية مزمنة، لأنه العوامل أو المؤشرات بدأت، عملية تفكك بسيطة داخل هذا المجتمع ستكتسب زخماً بعد قليل ومن ثم تتحول إلى حرب أهلية. هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم، مساء الخير، تحياتي لك والأستاذ محمد ولكل المشاهدين. نعم، هناك حالة انقسام في إسرائيل. سبقت الحرب في 7 أكتوبر، وكانت العام يعني سنة 2023 قد شهدت الكثير من السجالات الساخنة في إسرائيل. هذا الانفجار كان حول موضوع ما يعرف بالانقلاب القضائي. كان الحزب الحاكم، هذا الائتلاف الحاكم برئاسة الليكود ونتنياهو، قد حاولوا تغيير الدي ان اي السياسي في إسرائيل بحيث يتم تقليص المساحات الليبرالية وتقليص صلاحيات المحكمة العليا وما إلى ذلك. ولكن ينبغي النظر إلى ما هو أبعد وأعمق من ذلك. هناك خلافات واختلافات، بالأصل اختلافات في إسرائيل بين غربيين وشرقيين، بين علمانيين ومتدينين، بين مستوطنين يبحثون عن حسم الصراع مع الفلسطينيين بالحديد والنار، وبين من يبحث عن تسوية معهم. ولكن هذه الاختلافات سيد وديع، هل هي بالضرورة أن تكون يعني حالة سلبية، حالة شاذة، أم أنه ممكن تكون حالة صحية، وجود اختلافات، انتماءات مختلفة، أعراق مختلفة أيضا؟ نعم، للوهلة الأولى يعني يبدو التريث في الحكم على هذه الاختلافات والخلافات التي تبعتها. هل هي صحية؟ هل هذا جزء من النظام الديمقراطي؟ وأم أن العكس هو الصحيح؟ أنا أعتقد، وأنا أتحدث إليك الآن ببرود ويعني بعيدا عن المبالغة وعن الخطاب الشعبوي وعن التوجهات الرومانسية التي نشهدها أحيانا في يعني المنتديات العربية، وكأن إسرائيل كانت تميل إلى السقوط في الهاوية قبل هذه الحرب، والآن أيضا نتيجة خلافات داخلية. ولكن مع ذلك وبعد هذه الإشارة، بعد هذا التنبيه، أنا أقول إن إسرائيل شهدت في العام الماضي انقسامات كبيرة حادة غير صحية وتنطوي على كثير من المخاطر. ولكن هذه مسيرة بروسيس بدأت كما كنا قبل سنوات، تعمقت خطاب التشظي، خطاب الكراهية، خطاب التمزيق وتغليب المصالح الفئوية والشخصية والحزبية والفصائلية على مصالح إسرائيل العليا. هذا أمر جديد لم يكن موجود، وهو نتيجة يعني أمرين بهذه العجالة أقولهما باختصار شديد. الأول أن بوتقة الصهر، استراتيجية إسرائيل في تذويب هذه الاختلافات الجوهرية بين الأعراق والخلفيات المختلفة، الثقافات المختلفة، من خلال الجيش الذي اعتمد كبوتقة صهر، لم تتمكن من صهر كل وتذويب كل هذه الاختلافات، خاصة وأن هناك عملية يعني اختلال النخب القديمة. اليهود الغربيين الإشكناز باتوا أقلية وبدأت تفقد هذه النخب التقليدية مكانتها ومراكز نفوذها إلى صالح نخب جديدة مختلفة بالرؤى، وخاصة فيما يتعلق بالناحية السياسية، ولكن ليس فقط، أيضا من الناحية الاجتماعية. أنا أعتقد أن ضعف العدو العربي الخارجي أيضا دفع إلى تأجيج هذه الخلافات بعد الربيع العربي وانهيار جيوش دول عربية مهمة في المحيط الذي يحيط بإسرائيل. ثم جاءت عملية التطبيع قبل سنوات، هذا كله أيضا ترك مفاعيله. نعم، الانقسامات في إسرائيل كانت حادة إلى درجة يمكن أن أقول أن يعني من خطط للسابع من أكتوبر ربما لم يأخذ ذلك بالحسبان، أو أخذها بشكل مخالف، بمعنى أنه راهن على أن هذا الانقسام سيتيح لحماس أن توجه ضربة قاضية لإسرائيل. أنا أعتقد أن هذه أن النار في إسرائيل كانت ربما تتسع أكثر وتكون أكثر خطورة لو بقيت بدون هذه الحرب وبدون دخول إسرائيل في حالة توتر شديد منذ 7 أكتوبر.